بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار مهمة جدا في النادي الاهلي يا برو، بين رحيل لاعبين ببلاش وبين استقدام صفقات وبين لعيبة متمردة في النادي الاهلي وماتش المقاولين بكرة. ركز علشان الفيديو ده دسم، حلقة دسمة كلها اخبار عن النادي الاهلي وعن اللي بيدور في النادي الاهلي خلال الايام اللي فاتت. المران النهاردة كان المران الاخير للنادي الاهلي استعدادا للقاء المقاولين العرب بكرة في الدوري. المباراة بكرة هتكون الساعة 9. النادي الاهلي بقى خلاص بقى له 4 نقط علشان ينهي ويحسم الجدل بتاع الدوري، يكسب ماتش المقاولين ويكسب الماتش اللي بعده، رسميا يبقى الاهلي هو بطل الدوري المصري سيزون 2023-2024 للمرة 44 في تاريخه يا برو. ده مش الاهم في الفيديو، الاهم هو اللي جاي. الاهم القنابل اللي انا هرميها لك في النادي الاهلي. النادي الاهلي في الفترة الاخيرة بيحصل فيه حاجات، ركز معايا برو، علشان اهم حاجة اكلمك فيها في الفيديو ده ان بيرسيتاو هيمشي من الاهلي ببلاش. بيرسيتاو اللي النادي الاهلي كان دافع فيه ملايين الدولارات، اللاعب اللي وزنه يتقل ذهب، اللي رباط جزمته وهو اصلا بيتكلم كورة، يمشي ببلاش من النادي الاهلي؟ بنسبة كبيرة بيرسيتاو الموسم ده اخر مواسمه مع النادي الاهلي، وباي باي بيرسيتاو. طب ليه؟ لان بيرسيتاو مش جاي مع مارسيل كولر. يعني مش جاي معاه يا عم محمد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ حقيقة مش جاي معاه، ومارسيل كولر بيحبه وبيكره، وكل المدربين على مستوى العالم في لعبة كرة القدم بتحبه وبتكره، وبيرسيتاو مش جاي مع مارسيل كولر. بيرسيتاو يا جماعة بيعمل اللي هو عايزه، دماغه ياللي ممشياه، ما بيعتمدش اسامي، ما بيفرقش معاه اي حد. بيرسيتاو مش جاي مع مارسيل كولر، وبيرسيتاو مش مكمل في الاهلي علشان بيرسيتاو يقول للاهلاويه ويقول لمجلس الاداره باي باي، مع السلامه، انا مش قاعد لكم فيها. وبنسبه كبيره بيرسيتاو قدامه اوبشن من تو اوبشنز، حل او اختيار من اختيارين. الاختيار الاول انه يرجع جنوب افريقيا، والاختيار الثاني ان هو ممكن يروح احد فرق التشامبيونشيب في الدوري الانجليزي، فرق دوري الدرجه الاولى. دوري الدرجه الاولى التشامبيونشيب، بيرسيتاو قدامه حل من الاثنين اللي انا قلتهم لك دول. طبعا بيتسو موسيماني هو اللي جاب بيرسيتاو، وبيتسو موسيماني دلوقتي بيحتفل بالدكتوراه الفخريه ومش عارف وايه والقصص اللي هو بيعملها دي، وسايب الاهلي وبيرسيتاو مع بعض. لكن خدها مني بقى انا كزملكاوي، لو بيرسيتاو ده مشي من النادي الاهلي، النادي الاهلي هيخسر هجوميا كتير 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 يا معلم. كتير بامانه. اول ما جه بيرسيتاو انا كنت بهاجمه، ما كانش راكب معايا بصراحه، ما كنتش بحبه، وكنت شايف ان النادي الاهلي مشتري الفانكوش. يعني ايه لاعب كان بيلعب في دوري انجليزي يجي النادي الاهلي يقول لك انا فضلت الاهلي وما الى ذلك وكلام كتير كتير؟ لكن فعلا لما بيرسيتاو دخل في اجواء النادي الاهلي والمردود اللي بيرسيتاو كان بيأديه وبينتجه مع النادي الاهلي، هو لاعب كوره بكل امانه، لاعب كوره، وانا وجهه نظري في البدايه فيه كانت مغلوطه. فهرجع واقول لك لو بيرسيتاو مشى من النادي الاهلي قول على الدنيا السلام في خط الهجوم بتاع النادي الاهلي وفي التلت الهجومي. ليه يا معلم؟ اللاعب ده كان بينزل يعمل لك حلول، يحط لك النقط على الحروف، يفوق لك الفرقه، يجيب لك جون، يعمل لك اسيست. فخساره كبيره جدا جدا ان بيرسيتاو يمشي، وخساره كبيره جدا جدا وعلامات استفهام كتير على مجلس اداره النادي الاهلي لو بيرسيتاو مشى من الاهلي ببلاش. كده خلصنا من قصه بيرسيتاو، وصدقني لما اقول لك ان النادي الاهلي فيه دربكه من جوه. نيجي للقصه الثانيه وهي قصه محمد عبد المنعم. هو منعم ماشي ولا منعم قاعد؟ منعم هيحترف ولا منعم ايه مكمل مع النادي الاهلي عشان كاس العالم للانديه وعلشان يكتب تاريخ وكل الكلام ده؟ طبعا خلال الايام اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، محمد عبد المنعم جاله عرض من بولونيا في ايطاليا، وكمان جاله عروض من فرنسا. طب امبارح محمد عبد المنعم بيجيله عرض من نادي نيس في الدوري الفرنسي. يعني معنى كده ان اندية من التوب ليفلز، من المستويات المتقدمة والمستويات العالية في الكرة على مستوى العالم، وفرق تقيلة وليها اسمائها وبتشارك في يوروبا ليج او في تشامبيونز ليج اوروبي، حط عينيها على محمد عبد المنعم. طب القصة هنا ان محمد عبد المنعم بامانة بقى، بامانة من واحد بيحب الكورة، لو محمد عبد المنعم ما احترفش في الوقت ده قول على الدنيا السلام. اتكلمت عن الاهلي والزمالك قبل كده وقلت ان هم مقبرة الطموح، دي حقيقة. يعني يجي لك عرض يا معلم من فرقة هتلعب تشامبيونز ليج اوروبي او فرقة هتلعب يوروبا ليج وانت ترفض؟ يا عم انت عاقل ولا مجنون؟ فهمني ايه انت بتفكر ازاي؟ كعبد المنعم كإدارة نادي اهلي يا جماعة، يعني الدنيا مش هتقف على عبد المنعم. يعني ما هو قبل عبد المنعم انتوا ايه، ما انتوا كنتوا عايشين وكنتوا بتاخدوا بطولات، سيرد باك جامد وبلا بلا بلا وحاجات كتيرة كده. سيبوا منعم يروح، وانت يا عم خلي عندك شوية طموح، يعني خلي عندك شوية فكر وقرار وروح اطلب، سافر، العب، احتك،
مدارس مختلفة، كرة مختلفة، حياة مختلفة، حاجات كتيرة، يبقى كسبنا كادر يا جماعة. سيرد باك يبقى بيلعب في المستويات الكبيرة، المستويات العالية يفرق معانا، احنا بنتنشأ على لاعب محترف. طيب الكلام ده اللي انا بقوله لك ان محمد عبد المنعم جاله عرض امبارح من نادي نيس في الدوري الفرنسي وعروض من اكتر من فريق، لان محمد عبد المنعم يعتبر هو الموهبة الدفاعية الافضل في افريقيا خلال السنتين اللي فاتوا، محمد عبد المنعم هو افضل قلب دفاع في افريقيا بكل امانة، كشافين عينهم عليه الناس اللي بيتفرجوا علينا واللي متابعين الكرة المصرية عينهم عليه. فمحمد عبد المنعم يروح النادي الاهلي بقى، وفريق السكاوتنج في النادي الاهلي عليه خلال الفترة دي انه يدور على بديل لمحمد عبد المنعم، لان خدها مني بقى على الرغم من التخبطات اللي جوه النادي الاهلي بشأن بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم، الى ان محمد عبد المنعم هيوافق وادارة النادي الاهلي هتوافق حتى لو المردود المالي قليل. يقال ان نادي نيس هيدفع 2 مليون يورو، وطبعا ادارة النادي الاهلي شايفة ان ال 2 مليون يورو دول شوية، لكن يا جماعة يعني ما نبصش للفلوس قد ما نبص على الاستفادة اللي هتجيلنا من خروج اللاعب ده والمصر وللنادي الاهلي. ممكن اصلا العقد يبقى فيه قصص وحوارات وبنود والنادي الاهلي يستغل الكلام ده ويستفيد من محمد عبد المنعم. فانا شايف ان منعم دي فرصتك، روح. انا شايف اي موهبة في مصر ينفع انها تمشي وتحترف تروح. طيب كده خلصنا بيرسي تاو وخلصنا منعم واتكلمنا عن ماتش المقاولين، اخر حاجة هننهي بيها الفيديو بقى يا جماعة الباك الشمال الجديد اللي النادي الاهلي هيجيبه، هو جمال الشماخ. جمال الشماخ باك شمال نادي حسنية اغادير، باك شمال مغربي عنده 24 سنة، بنسبة كبيرة ممكن يكون هو باك شمال النادي الاهلي في الموسم الجديد بعد التوترات اللي حصلة في صفقة عطية الله. يلا يا جماعة نركز في الكلام اللي انا اقوله لك ده، يعني يحيى عطية الله الصفقة دي يا جماعة يعني علامات استفهام كتير عليها برضو. ليه كل شيء اقول لك علامات استفهام؟ لان إدارة النادي الاهلي مش عارفة راسها من رجلها ومش عارفة تنهي، لانها فاتحة في كذا حوار، فاتحة في كذا حكاية وفي كذا لاعب. فيحيى عطية الله ممكن ما يجيش والبديل هيكون هو جمال الشماخ لاعب نادي حسنية اغادير. لاعب نادي حسنية اغادير جمال الشماخ فاضل في العقد بتاعه موسم، ولكن اللاعب عايز يجي النادي الاهلي ونادي حسنية اغادير رافض، قال لك لا ما يمشيش. طبعا هم بيحطوا العقده في المنشار ليه؟ علشان يستغلوا النادي الاهلي ويستفيدوا من النادي الاهلي ماديا. يا باشا هات لي اللي انت او هات الفلوس اللي عندك كلها، انا عايز سوري في الكلمه يعني بلاش اقول اللفظ اللي اقوله ده، عايز اخد منك الفلوس اللي انا عايزها، عايز اخد منك فلوس كتيره. طبعا النادي الاهلي عارض على جمال الشماخ 650,000 دولار، مش للاعب نفسه النادي حسنية اغادير، ولكن النادي بيقول لك لا احنا ما عندناش حد، ولكن خدها مني بقى هم مش هيلاقوا مبلغ افضل من كده ان هم يسيبوا اللاعب، خاصه ان اللاعب ممكن ما يمضيش ما يجددش السنه دي النادي حسنية اغادير، والسنه الجايه يبقى فري ويروح النادي الاهلي، وخاصه انه عنده 24 سنه، يعني لاعب لسه برومسنج، لاعب واعد، لاعب لسه قدامه مستقبل. وباك شمال والنادي الاهلي في امس الحاجه لباك شمال، على الرغم من ان انا شايف ان الواد كريم الدبيس، الدكتور كريم الدبيس بعد ضربه الجزاء بتاعت امبارح، الدكتور كريم الدبيس باك شمال محترم، محترم مستقبل النادي الاهلي. على كل صفقه جمال الشماخ هتتم، محمد عبد المنعم خدها مني هيمشي من النادي الاهلي، بيرسي تاو هيمشي ببلاش. دي كانت ملخص فيديو حلقه النهارده، اتمنى اللي مش متابعني يتابعني، والناس اللي كملت لنهايه الفيديو مشكورين، شكرا.